صباح الخير من جديد، مكملين معكم بدنيا دنيا. دائما بنحكي السيارات والسرعة بتستهوي أكثر الشباب، لكن بأول سباق للكارتينج للسيدات رح نتعرف على مواهب جديدة وكمان مراكز مهمة حققوها مجموعة من السيدات في الأردن. بنرحب بسجا صالح. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا. هلا. المركز الأول تخوفي سجا، مش سهلة أبدا. كمان بنرحب بحنان بلتو. صباح الخير حنان. انت اللي فزتي بالمركز الثاني، وندى ابو جراده. صباح الخير ندى، المركز الثالث. اهلا وسهلا فيكم. بعدين مركز اول ثاني ثالث، وبيمثلوا كل الفئات العمريه. عندنا الشغل، وعندنا جامعه، وتوجيهي توجيهي وكارتينج. هلا رح نفهم المعادله. رح نبدا من عندك سجا. يعني عادة لما نحكي كارتينج على طول بروح توجهنا أكثر للشباب، سيدات يكونوا حابين السرعة والسيارات. غريبة شوي، كيف دخلتي هذا المجال؟ صراحة أنا يعني اكتشفت السنة الماضية أنه أنا كثير بحب السرعة، فصرت أروح الكارتينج بس اللي بالدوار اللي عند طريق المطار. فكنا نروح أنا وأخواني وصحباتي وهيك، ف أوليتها يعني كنا نروح هيك بس ننبسط، ويعني إنه مين بده يفوز وكذا. بعدين اكتشفت إنه هذا الإشي كتير بحبه. فهلأ أخوي أحمد هو الإنسان اللي كان أكتر إنسان إنه بدربني على هاي الشغلة. فبرجع الفضل له إنه مرة عن مرة صرت خلص متقنة للشغلة. والله. يعني لما شفت انه في اعلان لسباق قلت لازم اشترك فيه. طب انت بحياتك اليوميه مثلا بالسياره لما تسوقي كيف؟ ما هو هاي هي. هلا انا شغلي عند جنب المطار. اوكي. يعني كثير كثير بسرعه على يعني بس بدك تنتبهي. انا بخاف على الدار خصوصا. يعني متعوده على خلص انه كنترول، ومتعوده على السيطره، ومتعوده على كل شيء. واو. وانا بسوق عمري 15 سنه. ف جد من زمان. فعشان هيك انه مع التدريب ومع كل شيء صار انه خلص كنترول تمام يعني. حنان جامعه وبرضه شاركتي بالكارتينج، قد ايه بتستهويك السيارات؟ بتحسي حالك بتحبي السرعه، بتحبي المغامره؟ هلا اكيد يعني بحب السرعه، بحب المغامره. بس صراحه هو لما بلشت وفتت بالكارتينج كان انه شيء كاكتيفيتي فن اعمله، مش انه مثلا اي ونت تو جيت تو وين ولا انا شيء زي هيك. بالضبط، شيء بيسليكي انت. بالضبط. فما كان انه شيء انه والله بدي افوز ومخطط ومركز ثاني يعني. بالضبط، هي زبطت يعني. برافو عليكم. طيب توجيهي انت المفروض هلا عم تدرسي. المفروض هلا بدرس. خبرينا كيف يعني كان عندك الجرأة اول شيء تدخلي انه موضوع كارتينج، وكمان عندك هلا دراسه، فقد ايه انت متمرده بطريقه حلوه يعني. اول مره رحت كارتينج السنه الماضيه بالمدرسه، كان رحله بالمدرسه، وكنا 60 بنت. هلا كل 10 بنات راحوا يلعبوا، وهذا المسؤول صار يحكي انه انت احسن وحده. قلت له عن جد؟ بحكي لي انت احسن وحده. قلت له هاي اول مره. بحكي لي خلص يور تالنتد. فهاد من اول مره يعني حبيت الهاد. وشجعك او شجعتك هاي الجمله يعني؟ هو شوي. انا اصلا من زمان هيك بحب السيارات، وحتى اذا بروح مكان بحفظ الطرق، ما بعرف كيف. خلص اخذ رخصه خلص يعني. كيف طب الصف انت دائما بتهونا احنا السيدات نعرفش نصف في السيارة؟ هلا بصفي كل اخواتي دائما لما بدهم يصفوا بحكوا لي يلا احكي لنا شو نعمل، عشان لسه ما بقدر اخذ رخصه. والتوجيهي اتوقع انه اذا ما كان يعني ما بعمل اشياء زي هيك زي الكارتينج، عندي كثير اشياء انه يعني بسويها ما راح اقدر يعني ادرس يعني. شو كل حياتي دراسه يعني. بعدين انا بحسه صراحه صحي يعني، انت لما تضلك سنه كامله بس عم بتفكر بالكتب وبالدراسه بتوصل مرحله من الملل. انت هيك بترجع مشتاقه شوي للكتب. انا اصلا زهقانه من هلا يعني، مش كثير بدرس. بالضبط. فبتكون جا بالك انه تبدي يعني فصل دراسي. سجا خبرينا، هذا السباق يقام لاول مره للسيدات بحلبة تعتبر كمان الأكبر بالشرق الأوسط. خبرينا كمان عن أرقام المتسابقين، أجواء المنافسة كيف كانت؟ هلا أول إشي بلشنا تقريبا 40 بنت تقريبا، وكان في مراحل إنه هلا الأربعين بنت كانت المنافسة إنه مين يجيب أقل وقت. أوكي. فهلا هي عبارة عن 10 لفات، فكل لفة لازم تجيب فيها أقل وقت. فأنا كنت من ال 15 يعني اللي تأهلوا للأول 15 للمرحلة الثانية. هلا المعايير نرجع نعيدها متعلقة بالسرعة واللفات؟ لا، بالوقت. بالوقت كم لفة؟ هلا انت بتلفي 10 لفات. اوكي. ولازم تجيبي اقل وقت يعني. هلا بيختاروا من ضمن العشر لفات مثلا اقل وقت انت جبتي. اوكي. فهلا انا من ضمن العشر لفات جبت اظن 54 ثانية. فتأهلت للمرحلة اللي بعديها. هلا المرحلة اللي بعديها
كان برضو بدك تجيبي أقل وقت. فصرنا تقريبا 12 بنت. فهلا آخر مرحلة آخر ستيج كانت إنه مين يجيب المركز الأول، إنه البوزيشن. فكتير كان حلو صراحة، التجربة كانت رائعة جدا. والتنظيم كان ممتاز برضو، وحسيت إنه هذا الإشي كتير حلو، إشي جديد. حسيتي ممكن تحترفي صح؟ يس. لما شفتي إنه مزبوط. بدرجة عالية من التنظيم وأخذتي كمان مركز أول. فكتير يعني كتير كتير كان شعور رائع صراحة. إن شاء الله تحققوا كمان إنجازات على الصعيد العربي، يعني إذا كان في اهتمام أكثر بهاي الرياضة. كان في لحظات فيها مشاكل لا سمح الله، يعني شبه حادث، كان في تخوف من إشي معين عندك حنان؟ هلا من ناحية إنه يصير في حادث أو تخوف، لا ما كان في صراحة، كان جو كتير لطيف والفريندلي وكل البنات وجو حلو يعني. بس انه كان يكون في خوف وانت بتسوقي نفسه بالريس، لا انه كان يعني هو كان سيف وكان في كله شباب، اي شيء بيصير انه دايرين بالهم يعني. وانت بتسوقي شو بيكون شعورك؟ صراحه حلو. يعني تكوني رايحه متحمسه، الادرينالين باعلى مستويات طبعا. تكوني متحمسه كثير صراحه. حلو. ندى، لكل الشباب والصبايا اللي بيحبوا السرعه لكن بنفس الوقت احنا دائما بنحكي بنخاف من الحوادث وهي من اكثر مسببات لا سمح الله الوفاه، شو بتحكي لهم؟ قد ايه لازم احنا نلتزم معايير السلامة؟ هلا عن الكارتينج ولا الحقيقي؟ هلا بالكارتينج الحوادث ما في يعني، اكثر شيء انه بنروح بالتراب. هذا اكثر شيء يعني، ما في شيء بخوف. بالحوادث الحقيقيه يعني كنتوا لازم... بتحبوا السرعه اكيد، بس انه يعني في التزام بمعايير السلام العام دائما. هو يعني اذا لازم تتقني الشيء عشان تسرعي اكثر شيء. بس هلا بالسيارات الحقيقيه انا ما بعرف. طيب سجا، انت كيف قد ايه برضه بتحسي انك ملتزمه انه الكارتينج شيء وانك لما بدك تسوقي على الشارع العام شيء مختلف، لانه عندنا ارواح ناس، عندنا سيارات. طبعا طبعا، هلا هي مسؤوليه يعني كبيره جدا. فهلا الكارتينج شيء يعني عباره عن انه مثلا هوايه، متعه، او شيء مثلا اكتيفيتي معينه. بس هلا لما يجي على الشارع العام انه مسؤولية كبيرة. فالواحد بده ينتبه، يعني مش بس انه في يعني قدامك ارواح ناس تانين، وفي برضو مسؤولية عالية انه يعني مفروض انه احنا نتحملها. فهلا يعني الحمد لله، الحمد لله انه هلا يعني عم بنظموا هاي الشغلة، فحطين كاميرات على طريق المطار طبعاً. وكاميرات بين يعني كل شارع والتاني، كل واحد رقيب حاله حتى سجل الواحد يعني. مزبوط. exactly. يعني لا الحمد لله يعني الكارتينج إشي والسواق إشي تاني. وأهلك حكيتي لي إنه شجعوك يعني. ما كانوا لا كتير انبسطوا، هم أصلا عارفين أنا كتير بحب هاي الشغلة. وكتير انبسطوا لما عرفوا. بدها تدريب هاي الشغلة ولا معتمدة أكتر على الموهبة؟ صراحة بدها. بدها تدريب صراحة بدها، لأنه كوتش حمزة ديراني لما دخلنا أول مرة كان يحكي لنا كيف تقسيم الطريق بالحلبة تبعت منجا، وكيف لما تيجي مثلا انه كيف كل زاوية تاخديها وكيف كل إشي فيها، يعني بحس فيها معايير قياس شوي، بدك تقيسي. بدك يكون عندك بعد نظر مثلا اذا حدا وراكي او قدامك كيف. صح. يعني بدها اللفات هاي. يس. فبدها حذر، وبدها شوية انه يعني الواحد يكون برضو ما يأذي غيره، عشان انه هذا الإشي ممكن انه بلحظة يعني خبطة او إشي هاد. بس انه الحمد لله، الحمد لله يعني كتير كان منيح، والحمد لله يعني بحطوا لها الموسيقى يعني خلص لازم. لازم نخلص. شكرا لك سجا، والف مبروك للمراتب. الله يبارك فيك، نتمنى لك التوفيق بالتوجيه ندى، وكمان لما تاخذي الرخصه نتمنى لك كمان السلام بالقياده. شكرا لحضوركم معنا اليوم. عفوا، اهلا وسهلا. شكرا للمتابعه، ما تنسوا تشتركوا في القناه لتشوفوا كل شيء جديد.